ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. مطر غزير في دمياط، والناس فيما يقولون خرجوا إلى الشوارع يدعون الله سبحانه وتعالى، فليس هذا وقت مطر، ليس هذا وقت مطر معتاد، فلعلها أن تكون بشائر من رحمة الله عز وجل التي نرجوها في هذه الليالي العشر، وهذه ليلة وتر، فسوف نختم فيها القرآن، والرحمة تتنزل عند ختم القرآن، فيما كان السلف يقولون رحمة ربك خير مما يجمعون. فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. هل قر المسافر عينا بأن رجع إلى وطنه؟ أي والله، لكن هل انطفأ شوقه؟ أما هذا فلا. فالمسافر مشتاق إلى بلده، إلى بلده ووطنه، لكنه لا يقضي نهمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب من المدينة تهلل وجهه وقال هذه طابة، وإذا رأى أحدا قال وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. هذا الشوق، لكن لا ينطفئ الشوق بمجرد الوصول، تبقى في النفوس معان. وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، هذا اقترب من خيام محبوبه، ومع هذا ترى لواعج الشوق تشتد عليه. على كل حال، ذكرنا بالأمس أن هدفنا جميعا بعد عام كامل من التخليط والتخبيط والإسراف والإسفاف والظلم والغشم، بعد هذه المعاندة وهذه المباعدة، أوينا إلى وطننا وعدنا إلى الوضع الصحيح، وما فات كان انقلابا. وهذا هو الاعتدال، أنت العبد وهذا الرب، وأنت مستوعب في طاعة الرب، وهكذا أمرك. فهدفك الآن هدف واحد نجتمع عليه جميعا، الفرار من وحشة التفرق إلى أنس الجمع. وما الجمع؟ أن يجتمع قلبك على الله، وحينئذ فلا تسل عن اللذة والسعادة والفرح. أنت أسعد رجل في العالم
إذا حصلت هذا المعنى، وإنما يتفاوت الناس بمقدار ما حصلوا من هذا المعنى. وأعظمهم في هذا منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عرج به إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى فغشاها ما غشى، يعني من ألوان عجائب وبدائع صنع الله عز وجل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا، قال ما زاغ البصر وما طغى. لماذا؟ لأن عنده في قلبه من المعاني التي تجعله موصولا بالله عز وجل ما يشغله عن أن يلتفت يمنة ويسرا وينظر. ما الذي غشى سدرة المنتهى من ألوان البهاء؟ ذكرنا أن هذه الغاية، الفرار من وحشة التفرق إلى أنس الجمع، وهذا ذكرنا له وسائل، منها تفريغ النفس ومنها تفريغ الغير، لأننا نركب سفينة واحدة، فلو أن الذي في أدناها خرقوا خرقا لغرقوا وغرقوا جميعا. وذكرنا منها الهمة في السير، وذكرنا الاهتمام بأعمال القلوب، وفيما ذكرناه إعلان الفقر، ثم ختمنا هذا بالثبات، الثبات إلى الخواتيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا كان هذا مطلوبا على هذا النحو فلا أن تثبت إلى نهاية العشر، هذا فرع من ذاك. لكن هذا المطلوب لا يتحصل بمجرد هذه الأسباب والوسائل، حتى يجتمع إلى هذا أيضا أن تحذر جملة من المحاذير، من أهمها وأرعني قلبك، والقلب هو المقصود، أول محذور من المحاذير، إن شئت فسمها قطاع الطريق التي تقطع عليك طريقك وأنت تسعى إلى أنس الجمعية على الله عز وجل، وأنت تسعى إلى الخروج من وحشة الذنب. أول ما يعينك أو أول ما تحذر الفضول، لا بد أن تتجنب الفضول خصوصا وأنت معتكف، ومن ليس معتكفا فهو معتكف أيضا في الحقيقة، عاكف بقلبه على ربه، ملازم لطاعة الله عز وجل. الفضول التي تقطع عليك الطريق، وأصل تشريع الصوم للتخلص من الفضول، فضول الطعام، نحن نصوم حتى نتعود كيف نتخلص من فضول الطعام. فإذا اعتكفت فينبغي أن تقلل طعامك، فإن فضول الطعام مميتة للقلب، من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا، متى يصلي ومتى يدعو ومتى يخبط ومتى يرق ومتى ينكسر ومتى يزل، وهو من لون إلى لون إلى لون، ثم الحمام يطلبه ساعة بعد ساعة، ناهيك عن نوع مغص أو ألم أو إسهال أو إمساك
كلها ملهيات ومشغلات. نحن في الاعتكاف نتقلل لكي ترتفع الروح، لا يلتفت أحدنا إلى فضول الطعام، إن كان ولا بد فشيء. دخل عمر بن عبد العزيز على مسلمة وقال له: ماذا يكفيك من الدنيا؟ وأخذ حفنة من تمر. قال: يكفيك هذا؟ فسكت وكأنه لا يكفي، فأخذ حفنة أخرى: يكفيك هذا؟ قال: نعم. قال: فعلام تدخل النار؟ يعني إن كان حفنة تمر تكفيك يومك، فعلام تدخل النار؟ فضول الطعام. وأنت تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الأيام بلا طعام، وأنه شرع لنا من شاء أن يواصل فإلى الليل. فضول المنام، هذه ليست أوقات نوم وإنما أوقات جد. كان إذا دخل العشر أحيا ليله كله، لا يعرف النوم بالليل. هل معنى هذا أنه كان ينام نهاره؟ لا، وإنما سويعات قليلة أقل من المعتاد. لا تحاسب نفسك في هذا وتقول: الأطباء قالوا 8 ساعات. الأطباء متفرقات، وإن شئت فست ساعات متصلات. الآن دع عنك الأطباء، الأطباء مرضى في هذا الباب، إنما يحتاج الإنسان إلى أن يعلم بالمعاني الشرعية أن مدار الأمر على البركة. قد يبارك لك في ساعة هي أبرك من 8 ساعات. احسب عدد ساعات نومك، وإذا انتبهت من نومك فوجدت أنه قد فات 5 ساعات فانزعج وقم واجري. 5 ساعات في العشر الأخير هذا كثير، ثم لا تعود إليها أبدا. إن كنت لابد فاعلا من هؤلاء الذين يفعلون فآخرك ساعة، لكن لا تصل إلى 8 وما وراء 8. ومن أعظم الفضول التي تقطع عليك الطريق فضول الكلام. أقل من الكلام وانشغل بكلام مولاك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الله تعالى يكلمك وأنت تستمع. انظر إلى العز الذي نحن فيه، عامة الليل والقرآن مسموع للقريب والبعيد، يدخل القلوب والأرواح والأفئدة والآذان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، فما بالنا لا نخشع. ألم يأن للذين آمنوا؟ واصل المجاهدة. أقل الكلام، لا داعي لكثير مما نفعل. ستسمع الآن: لا خير في كثير من نجواهم. فضول الكلام يقطع عليك حاجتك. فمن أراد أن يكلمك لا تعطي هذه الفرصة إلا بمقتضى الحكمة، كلمة كلمتان دون الحكايات والأحاديث والقصص. وقالوا، وفيها ناس قالوا وسمعتهم يقولون. وأعجب شيء هذا المحمول الذي لا ندري يحملك إلى أين. على الأقل في هذه العشر أسكت، أغلق محمولك. ماذا لو أنك أغلقت المحمول 10 أيام كلها؟
ستموت جميل، موت في هذه الأيام ميتة طيبة والله هنيئا لك، لكنك لن تموت. الوالدة إذا كانت حجة الوالدة أغلقه وافتح وكلمه وأعد إغلاقه مرة أخرى، وما سوى الوالدة الأمر واسع، دع عنك الزوجة والأولاد. من أشد الفضول ضررا فضول المخالطة، وأنت في زحام الناس هذا له حق عليك، وهذا له مصلحة عندك، وهذا له قصة معك، وهذا له شغل، وهذا بينك وبينه علاقة، وهذا صاحب، وهذا زميل، وهذا صديق، وهذا قديم، وهذا، ما الذي يبقى لقلبك؟ فر من الناس، اترك الناس جانبا واتخذ الله صاحبا. كل أنواع الفضول تقطع عليك الطريق، لا تأخذ من طعام ولا شراب ولا منام ولا كلام ولا مخالطة ولا نظر ولا سمع إلا بقدر ما تحتاج، وما سوى ذلك تخلص منه. مما يقطع عليك الطريق فأنت تحذره وتفر منه المشاحنة، إياك أن تشاحن أو تخاصم أو حتى تجادل، لأنك ما تدري ماذا يصل معك الجدال، وهل يصل إلى نوع المشاحنة؟ وإذا حصلت مشاحنة شرد القلب ليلته كلها، ولعلك لا تستطيع أن ترده على الأقل هذه الليلة، وقد تكون ليلة القدر، فهذه مغامرة كبيرة. الجدال والمشاحنة وشرها عظيم. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه عرف ليلة القدر؟ عرفها والله، وهم أن يخبرنا بها، وحينئذ كانت الفرصة أعظم بكثير من الآن، لكن لحكمة الله عز وجل تلاحى رجلان، تلاحى يعني حصل بينهما مجادلة ومشاحنة، فرفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا فعل فينا أيتها الأمة هذان الرجلان، رجلان تلاحيا فرفعت ليلة القدر. الخلاف شر والجدال شر، إلا أن يكون بالتي هي أحسن، والشحناء كلها شر. فأنت فر ممن أراد أن يجادلك أو يشاحنك. وأسباب المشاحنة في الزحام كثيرة، تأتي إلى الصلاة تجلس في الصف الأول، يأتي رجل يمسكك من تلابيبك يقول لك هذا مكاني، ويرفع صوته. لو أنك عقلت قل له نعم أنا والله أحجزه لك، تفضل، وإن شئت عطرتك حتى تحافظ على قلبك، لكن تقول له مكانك؟ لا والله ما هو مكانك. فالثاني يقول والله مكاني. إنا لله. فسد القلبان، ولم ينفعه للصف الأول ولا. فالفقيه كل الفقيه لا يشاحن، خصوصا في الأشياء التي اعتاد الناس أن يخطئوا فيها ولا وجه للنصح لضعف العقل وضعف الديانة أحيانا. كم صاحبنا الصائحون يا جماعة، ساعة كهذه الناس يتهجدون فيها، وبين الركعات يدخلون إلى الحمامات، والزحام كثير والحمامات قليل. رجاء لا تغتسل الآن، سمعتم هذا مرارا؟ فلو ذهبت الآن لوجدت رجلا يغتسل لابد. لماذا؟ هكذا قامت في رأسه أن يغتسل. لو كنت فقيها ماذا تفعل؟ قل له إن شئت آتيك بملابسك أيضا واغتسل على ما تحب، لأنك لو كلمته لا مجال للكلام مع أمثال هؤلاء، حافظ على قلبك.
لا داعي للشحناء، فالشحناء تقطع الطريق. احذر. مما تحذره أيضا الغفلة، التعامل مع هذه الليالي بروح الغفلة، روحك القديمة التي تستديمها على مدار السنة. إن كنت لابد فاعلا فتخلص منها في هذه الأيام، لا تغفل، لأن الغفلة بريد الفتور، تفتر في عبادتك وتستطيل الليلة وتستطيل الصلاة والسجود والقراءة، لأنك مسكين غافل. الغفلة بريد الرتابة، ما أنت إلا رجل يقوم ويجلس ويقوم ويجلس، ما تدري ماذا يحدث، لأن القلب غير حاضر. اخرج من الغفلة وحاول أن تأخذ بأسباب حضور القلب، التدبر، الدعاء، الإخبات، مناجاة الرب، ابكي إذا استطعت، اهتم، اجمع حاجاتك، خذ بكل سبب يبعدك عن الغفلة، فإن الغفلة مرض طالما نشتكي منه على مدار العام، وحرام أن تكون الغفلة في هذه الأيام خصوصا. مما تحذره أيضا الإياس، فإن بعض الناس لا يجد قلبا لا في ليلة 21 ولا 22 وهذه ليلة 23، لو جاز أن يقتل نفسه لقتله، لكنه لا يجوز فيزداد ألمه. إذن ماذا أفعل؟ فيأتيه الشيطان ويقول له انسى هذا الأمر، لا تحاول، هل هذه أشكال؟ يعني مثلك؟ فيصدق ويقول فعلا مثلي، لا والله أنا لو على مثلي ما، يكسر القلم ويقول لا حيلة، خصوصا إذا ابتلي، وهذا من البلاء لأمثالنا من الغافلين، إذا ابتليت برجل يصلي بجانبك ودموعه تسيل على خديه ولو في صلاة الظهر، تقول سبحان الله في الظهر، ماذا يفعل في التراويح؟ صاحبنا يبكي في الظهر ونحن في التراويح نستمع للأئمة، حجر كجلمود صخر. بدل أن تتفاعل تفاعلا إيجابيا، ينكسر قلبك وتقول يا رب خشع لك الخاشعون وأناب إليك المنيبون، يا ربي حظي من رحمتك، قسمي من إحسانك، يا ربي لا تذرني فردا، لم أكن بدعائك ربي شقيا. بدل أن تبالغ في تملق ربك تقول الناس يكون أنا ما في فائدة، فيتطرق إلى قلبك نوع من الإياس. وقد يخطئ بعض الناس ويتصورون أن البكاء مقصود لذاته، فيقيسها بعدد قطرات الدموع، يقول فلان هذا سكب سطلا أو دلوا أو ذنوبا، ومثلي ما أخرج قطرة، ففلان مقبول وأنا مردود. هذا فهم خاطئ، ليست العبرة بالبكاء، ما أكثر من يتكلف البكاء، والبكاء الحقيقي قليل. البكاء كما قال سفيان رحمه الله 10 أجزاء، 9 منها لغير الله وجزء لله، قال سفيان الثوري. قال فإذا جاء هذا الجزء مرة في السنة ف
فهو كثير. البكاء والبكاء خصوصا في مثل هذا الجمع الذي تغلبه نفسه ببكاء خالص ليس فيه تكلف، هذه مغامرة لا بد أن يكون. لكن ما المقصود؟ المقصود الحضور. فإذا جاءك الحضور ولم يأتي البكاء فاعلم أن المقصود جاء وحضر، حضور القلب، أن يتحرك القلب يتلذذ بمعاني القرآن، يسكن إلى ربه سبحانه وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالمقصود حضور القلب، إذا حضر ولو بغير بكاء هذا هو المطلوب. إذا كان الأمر كذلك فاحذر الإياس، أن تيأس وأن تقول دعوت فلم يستجب لي، اجتهدت فلم أجد قلبي، حاولت فلم أوفق. لا، ولكن قل ما ندري أين البركة وأين الخير، ولو إلى آخر لحظة من العشر، باقي في الليلة الأخيرة لحظة واحدة. رفع المؤذن كفيه ليؤذن بالفجر في آخر ليلة التي بعدها انتهت العشر، وأنت إلى هذه اللحظة لما تجد قلبك، لكنك متعلق بربك، تقول سيأتي الفرج لا محالة، والله ما كذبنا ولا كذبنا. أترى أن الله تعالى يرد عباده وقد جاءوا؟ لو كان هذا الأمر بيدك وجاءك هؤلاء الناس جميعا وأنت تستطيع أن تقدم لهم شيئا، ماذا كنت تفعل؟ فالله أرحم بعبده من رحمة العبد لنفسه ومن رحمة أمه به. فاطمئن، أنت مع الله في أوسع العفو، فاحذر الإياس. خامس ما تحذره أن تتعلق بغيره سبحانه وتعالى. لأي شيء كائن تعلق وكله الله إلى ما علقه. حاول أن تصفي نفسك لربك على الأقل في هذه الأيام، لا تتعلق بشيء خارج ولا بشيء داخل. لا تتعلق بشيء خارج يعني لا تتعلق بالأولاد فقد استودعتهم الله، ولا بالزوجة ولا بالضيعات ولا بالأشغال ولا بالدكان ولا بالشركة ولا بالصفقة ولا بالدين ولا بشيء. كل شيء خارج أنت تركته وجئت إلى رحاب الكريم، ولا بشيء داخل، لا تتعلق داخل المسجد بخصوص المكان الذي تمكث فيه، ولا بخصوص الإمام الذي تستمع إليه، ولا بخصوص الواعظ الذي يعني تنتظر موعظته، ولا بشخص ما تحب أن تعتكف معه. اترك هذا كله ودع عنك أن تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أنت وقف لله عز وجل، حرام عليك، وهذه حرمة لغة يعني ممنوع، وحرمة شرع أيضا أن تتعلق بغير الله عز وجل خصوصا في هذه الأيام، لأنك تطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله. أنت تطلب قلبك، والله تعالى يحول بين المرء وقلبه، فأنت في إياس من أن يعينك أحد على رد هذا المفقود.
كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تقلبه. ربي فاردده علي فقد عيل صبري في تطلبه، وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. فالذي يرد عليك قلبك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشرح لك صدرك هو الله، والذي يجيبك إلى طلبك هو الله، والذي يمن بالقبول هو الله، والذي يهديك ويجتبيك هو الله، والذي يثيبك ويعافيك هو الله، والذي يأذن بعتق الرقبة من النار ويأذن بإقالة العثرة وغفران الزلة ولم الشعث، الذي يقول لك قم فقد غفرت لك هو الله، الذي يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قد رضيت عنك رضا لا أسخط عليك بعده أبدا هو الله. فعلى ما تتعلق بالأشياء والأسباب والأدوات والملكات والأشخاص، ألم نقل لك بالأمس إعلان الفقر؟ فالفقير لا يتعلق بسوى مولاه سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمضي لنا نيتنا في طاعته، وأن يمضي لنا هجرتنا إليه، وأن يتقبل هجرتنا، وأن يكتب لنا خير ما عنده في هذه الليلة المباركة التي نرجوها، وأن يصرف عنا كل بلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.